بعد الوقفه اللي كنا مبرمجينها البارح اللي كانت قدام الولايه وكان من خلال اعتصام واضراب على الطعام، دخلوا السلطات المحليه على اساس انهم برمجوا معنا واحد الاجتماع اللي غادي يكون ما بين مجلس المدينه وممثل على الولايه ومدير ديال الشركه. كندخلوا لمجلس المدينه اليوم على اساس ان الثلاثي هو اللي غادي يكون مع الاجتماع، كنتفاجئوا ان كاين غير المدير ديال مجلس مدينه الدار البيضاء ومسؤول على الشؤون الاجتماعيه ومسؤول على النقل. داكشي اللي كانوا موعدين به ماشي هو هذاك. المهم حنايا ملي شفنا ان الثلاثي اللي كنا غنجتمعوا به ماشي هو هذاك، اضطرينا اننا نديروا اعتصام داخل داخل مجلس المدينه في الغرفه اللي كان فيها الاجتماع، على اساس تيجيو الناس اللي كنا مواعدين انهم يديروا يفتحوا معنا حوار، اللي هما الممتع الولايه والممتع مجلس المدينه والمدير ديال شركه الزا. بقينا واحد تقريبا واحد ساعتين ونص او ثلاثه السوايع حتى جاو الناس ديال السلطات وكيواعدونا اننا راه في القريب العاجل غادي يكون واحد الاجتماع خماسي ما بين الولايه، ممثل ديال الولايه وممثل ديال مجلس المدينه والمدير ديال الشركه وممثل ديال وزاره الاسره والتضامن واطار ديال تنسيقيه السلام الوطنيه باش يتحل هذا المشكل. وقال لك بانهم هما راه حاطين الميزانيه اللي غادي يدخوها بخصوص المجانيه ديال النقل الحضري. المهم حنايا كيف ما كتعرفوا اننا حنايا ماشي فوضويين، ملي دخلوا السلطات وقالوا ان غيتحل هذا المشكل وواعدونا السلطات انهم عاودونا السلطات انهم غادي يديروا اجتماع، غادي يمشيو اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم عند المدير ديال الشركه ديال الزا باش غيتكلموا معاه باش ما يبقاوش يهضروا مع الاشخاص في وادي عتيعقه. رئيس ما يدير هذا الاجتماع اللي على ما اظن قال لك غيكون نهار جوج شهر خمسه. كيف ما قلت لكم حنا سلميين ومتحضرين، رضخنا الحوار ديال السلطات المحليه وحنا الان خرجنا على اساس اننا غادي نحضروا الاجتماع اللي غيكون واقيلا في جوج شهر خمسه. واللي مهم عندنا ان الشركه ما تبقاش تعنف الاشخاص في وادي عتيعقه وتخليهم يركبوا بالمجان. رئيس ما يدير هذا الاجتماع والسلام عليكم ورحمه الله.